خبر مهم قوي، يعني بعد الاعلان امبارح ان الاهلي قرر عرض احمد قندوسي للبيع، الزمالك مترقب بقى حسم احمد القندوسي موقفه مع النادي الاهلي عشان يبدا التفاوض معاه، وطبعا عديد من الانديه بدات تتكلم على شراء اللاعب. بالمناسبه قندوسي كلاعب لعيب 10 على 10، انا شايفه من اللعيبه الممتازين. هو غادر القاهره والتحق بصفوف منتخب الجزائر الاول، وده دليل على نجاحه. يعني المفاوضين بتوع اللعيب قالوا ان احنا تقبلنا قرار النادي الاهلي ومتفاهمينه جدا، مش هنعترض عليه ولا هنحاول تعديله، والراجل قال لك انا قلت اللي عندي وخلاص، والموضوع بالنسبه لي انتهى تماما. ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه؟ كلنا منتظرين. خلال الساعات القليله المقبله، الانجليزي اوبي ايجاريا لاعب ليفربول السابق هيصل للقاهرة في مفاوضات عشان ينضم للزمالك. هو اللي رشحه هو جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. هو المدير الفني هو اللي طلب ضمه، هو اللي بيرغب بشدة في وجوده معاه، لأنه لعب معاه في نادي ريدن الإنجليزي ولعب تحت قيادته 27 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين. مصدر قال أنه إيجارية هيصل للقاهرة ولن يخضع لاختبارات كما يشاع، ولكن سيخضع لفحص طبي وكشف شامل ودقيق، لانه تعرض لاكثر من اصابه وغايب عن المباريات بقاله حوالي سنه او نص. الكشف الطبي بعد ما يتم هيتم الحسم، لانه جوميز مصمم على ضمه وبيراهن ان الصفقه دي لو حصلت ان اللعيب ده هيستعيد مستواه وهيصبح افضل لعيب كره في مصر. ده راي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك. إيجاريا ما بيلعبش في اي نادي دلوقتي، هو رحل عن نادي ريدنج الانجليزي في يناير الماضي وهو صغير، عن 26 سنة، بدأ في أكاديمية أرسنال ومنها اتنقل لليفربول، لعب 8 مباريات مع يورجن كلوب، يمكن ما كانش موفق قوي، لكنه هو صاحب أصول نيجيرية، بيلعب في مركز الجناح الأيسر وبيلعب في وسط الملعب. خرج من ليفربول فترة أعلى ساندرلاند، ومنها خرج إلى نادي رينجرز 2019 إلى نادي ريدنج، وقعد لحد يناير الماضي قبل أن يرحل. على فكرة لعب في جميع الأعمار السنية للمنتخب الإنجليزي، وخد كأس العالم للشباب مع المنتخب الإنجليزي عام 2017. أنا بعتقد أنه لعيب مكسب. نادي الزمالك قرر تشكيل لجنة للكرة هتتكون من 6 أفراد، اللي هي دورها هيحل أو حل كل المشاكل المتعلقة بكرة القدم، من تعاقدات جديدة وتجديد عقود وخلافه. تشكيل لجنة الكرة الحقيقة كابتن حسين لبيب رئيس النادي، السيد حسام المندوه امين الصندوق، السيد هاني بيرزي، السيد عمرو ادهم، الكابتن احمد سليمان، كابتن طارق السيد. اللجنه دي هتعقد اول اجتماع خلال يومين عشان توزع المهام وتحديد خطه العمل خلال الفتره اللي جايه. بس الحقيقه اللي انا مندهش له ومستغرب له هو كابتن حسين السيد. فين حسين السيد؟ حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق. انا استغربت ان اسمه مش موجود، قد يكون موجود ولكنه سقط اسمه من الخبر، لكنه موجود كابتن طارق السيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق. في كل الاحوال هي خطوه للامن.